السلام عليكم خوتي وخواتاتي، تتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده وكذلك الحميمات. اليوم عندنا هذا الفرد هذا في هذه السجنه هذه، كيف شفتوا بانه راه شهرين عادي او زيد، واليوم بينا نزكيوهم على هذه السجنه هذه حيت عندهم واحد الشنيبر اللي غادي نتفرجوا فيه من دابا للقدام. هذا خوتي هو البيتبول الديناصور، تعطاكي اي حمامه جايه من على برا تعطاكيها، ولكن هنايا بالضبط تساعد هذا الفرد هذا باش يتزكى على السجنه ديالو. هادي خوتي واحد تلت فراد ديال أصدقاء اللي مجاورين كاسبين كسيبة ديالهم. شو البيتبول زعما أول مرة تحلي هذاك القفز و ذكي، ولأني ذكي هدي تلت فراد اخوتي اللي كان طايرة. اللوفت الصديق راه هو كاين ليه، كانو حميمات جارين ليه شوية، مي الله يسر ليه خدم حميماتو يفرجو فوق الدار كان احسن. ما كيف ما تتشوفوا انه هذاك الفرد البيتبول زعم شويه هذا الفرد باش يبقى منتابع بزاف على هذه السجنه ديالها. ها داخل عند حمامته، داخل عند الشنبور ديالهم. المهم اضطرينا اننا نخرجوه بحال هكا. نشوفوا الفرد اللي مهم عندنا هو انه يزقع هنايا. هو
هو تدافع تهيج تبرقم تدافع شوي على السجنة ديالو. هنا غادي نشوفو فرجة ديال فرد واحد هو طار دار. انتبهوا معايا المسافة اللي غادي يبدا تطلع. هاهو جا فوق اللوفت هنا وهنا بتبدا الخدمة. هاهو انا بدا تطلع. توخر واحد شو باش يقلب على اليمين ولكن ماشي مشكل فرض واحد. انا الى انتبهتو ما بقاش يبان اللوفت ما زومينا ما والو. الفرضه بدات تطلع دابا غادي نزوميو. خوتي راه الفرد راه فرج راه غادي تطلع. قلنا نخرجوا ليها الجوج اللي مع الصنابور جوج زوينه مزيان وفرجه ممتعه لجميع الاخوان في الكسيبو. فرجين فوق اللوفت انا خوتي راني بزومي تنصور بالايفون كاليتي مزيانه زوم مزيان. ودعواتكم اننا من بعد نشريو شي اباري تكون ريفليكس شي اباري يكون فيها واحد لوبجيكتيف ديال واحد المسافه اللي تكون طويله باش نشدو الحمام. والحمام راه غادي نفرجو ونتفرجو مع بعضياتنا. دارو حاجة مزيانة تبارك الله بحال هادو ما داروش حاجة مزيانة كذلك غادي نتفرجو فيهم حتى نصلحوهم جميعا. انا راه تنجرو بهاد لاكاليتي اللي مزيانة ديال الايفون. انا راهم في التواصل ولكن واحد شويه ما عادش يبدا تيبان الصوره.